خير يا كاريتا؟ لما نسوانك ليه؟ هشوف دلوقتي. يا كاريتا وقفت صباح الخير ليه؟ ما تخليهم يخلصوا. خلاص جايين على ست نازله تشتغل بعرها في الحاره بتدي فلوسكو. بس الاول هحاسب النسوان، النسوان اللي هيحموا سلطانه في الحاره لان ما فيهاش رجاله. يا اما ده انت جاي ترمي بلاك علينا؟ هم قبضوكي؟ بلا لما يركبك. خليك يا اخويا في حضنها لغايه ما تقرصك. اي نعم احنا بنيجي على الناس ونفتري عليها، لكن في منطقتنا لا ما بيحصلش. وحسابك معايا بعدين، يبقى وريني حد يقدر يلمسها. هو ده اخرك؟ اتجننت ولا ايه؟ انا مالي ومال اللبش ده؟ حلي مشاكلك بعيد عني. انا اتجننت يا نعيم وخاف مني، لان انا جناني هيزعلك قوي. ماشي يا سلطان، ماشي روحي شوفي شغلك. من هنا ورايح انت شغلتي.